يتم الحفر للوصول لنهاية الجدار. كم طرحته؟ والكشف على الجدار ليتم بعد استبدال الحجر القديم والمهتري بجديد. كما تلاحظون أيضا يتم البدء في أماكن أخرى بالحفر للوصول إلى منسوب التأسيس الجدار جدار المبنى، ولكن كما ترون في أدوات يدوية وليس بأدوات كهربائية دفاتية لأي اهتزازات. يتم استبدال الحجر المهتري بحجر جديد معتمد ذو مقاومة عالية. كما تلاحظون هذا الحجر حجر الجدار المبنى مهترئ وقديم جدا، سوف يتم استبداله بحجر جديد وهو حجر منقبي المنقبي. طبعا تم الحفر الى منسوب التأسيس، وعلى اساسه يتم استبدال الحجر القديم المهترئ الغير صالح، ويتم بأدوات يدوية غير مسموح بعمل دريل أو هيلتي أو تكسير بآلات ذات اهتزاز. من أجل أو تحسبا لأي انهيار لا سمح الله. طبعا لا يتم إزالة جميع الجدار القديم مرة واحدة، فهذا غلط، فيتم إزالة قسم قسم جزء جزء لكي لا ينهار الجدار، فيتم إزالة قسم منه وبناء جدار جديد من هذه الأحجار المنقبي كما ترون ذلك، ويتم البدء بأعمال الجدار باستبدال. كما تلاحظون تم البدء بأعمال الجدار الجديد بعد إزالة الطين والتراب وإزالة الحجر المهترئ. فهنالك معلومة، ممكن أن يصل عرض الجدار من 60 سنتي إلى متر تقريبا وما فوق، ويمكن أن يكون الجدار من الأسفل متدرج بشكل أكبر إلى الأعلى بشكل أصغر حسب تصميم البيت. إذن قد يكون عرض الجدار من 60 إلى متر تقريبا.